السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في قناة اخترنا لك. لو عندك بطاطسايه وبضايه اعملي وجبة متكاملة لابنك لو رجع من المدرسة جعان وما تلاقيتش عندك حاجة تعمليها، او لو جعتي بالليل وعايزة تاكلي اي حاجة سريعة وما عندكيش غير بضايه وبطاطسايه. ازاي؟ هنجيب البطاطسايه ونبشرها، بعد لما بشرتها هغسلها واصفيها كويس من المية والنشا بتاعها وارجع لكم تاني. انا دلوقتي غسلتها وصفيتها، هكسر البيضة واخلطها عليها، هحط ملح وفلفل وكمون واخلطها، هحط معلقة دقيق وشوية شبت وبقدونس. طبعا الشبت والبقدونس ده اختياري بس هو بيديها طعم جميل. هحط معلقتين صغيرين كده دقيق، كنت بقطع الشبت والبقدونس عندي وقطع صغيرة واحطه في الفريزر واطلعه. بقى كنت تعملي بيه كفتة، تعملي بيه البطاطس الراس اللي احنا بنعملها دي حسب الرغبة، بس هو بيديها نكهة وطعم جميل جدا. هخلطهم كويس وارجع لكم تاني. دلوقتي انا خلطتها كويس، باخدها كده اعملها قرص في ايدي بالطريقة دي، بحط الزيت يسخن واحط فيه القرص كده، هعمل كمان وارجع لكم تاني. دلوقتي بعد لما حطيتها، هو الزيت سخن، بفردها كده بالمعلقة بحيث ان القرص يبقى مفرود. بعد كده هوطي النار علشان يستوي من جوه، هوطي النار عليها. واو 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 واو، ايه ده؟ يعني كده الجزء التحتاني خلص؟ لازم استنش. احنا جاهزون، الحاجات خلصت. Thank you.
حطيناها على طبق التقديم، وحطيت تحتها منديل علشان الزيت ينشف يمتص الزيت، والف هنا وشفا. طبعا ممكن تاكليها زي الهمبرجر، تحطها في عيش كايزر، ممكن تاكليها كده بعيش عادي، ممكن تاكليها من غير عيش. ويوسف حبيبي عايز ياكلها مع الرز، فانا عملت له الرز، واتمنى الاكله دي تعجبكم وتجربوها.